راح نتابع هذه الصور بشكل مباشر. نريد أن نعرف إذن هذه غارة جديدة مشاهدينا على الضاحية الجنوبية. إذن مشاهدينا سأعود إليكما دكتور إدمون وكذلك أستاذ طوني، ولكن ثمة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية. نذكر بأن إسرائيل تقول بأنها لن تسمح لهم بالتنفس وتقصد قيادات حزب الله، هذا ما يتحدث به الإسرائيليون. والغارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، هي الأعنف بعد استهداف حسن نصر الله. وكذلك تواصل إسرائيل هذه الغارات، نذكر بأن مدنيين كثر يسقطون نتيجة هذه الغارات على الضاحية الجنوبية. يا زهراء يا زهراء.